اول ما طلع بيقول للفريق انا مش عايز بني ادم منكم موجود على المسرح، فطبعا كسف الطبيعه وحش. دي حاجه تخصني وحاجه ترجع لي انا، دي نمرتي انا، اللي انا عايزه يبقى على المسرح موجود، واللي مش عايزه مش موجود يبقى مش موجود. طب رضا جه يا امو رضا، هيفضل يتنطط طول ما انت بتدي له فلوس. عالسكة يا بابا ما تجيش، انا مرزبة يا ابو الشواكيش. في جزء كده من الكوكب في خناقة بين اتنين مغنيين، رضا البحراوي وحسن شاكوش. هي دي لعبة الخشبة الموسيقية والألفاظ السوقية، يتخانقوا كل واحد فيهم عايز ياخد خشبة المسرح من التاني. الحرب، حرب شوارع في الساحل الشمالي ما بين اتنين من مطربي المهرجانات. الصبح خير واحنا بنتأسف للستة وعشرين محافظة